خليك احمد. قبل ما ادخل في الكوره، بس انا يمكن قبل ما حضرتك تدخل بدقائق كنت بتكلم على انه النهارده ذكرى ميلاد واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، واحد من الشخصيات اللي ليها مكانه كبيره جدا، والله مش ببالغ حتى لو قلت في قلوب الاهلاويه اللي ما شافوش وما عاصروش صالح سليم، ولكن هم بالوراثه كده ارتبطوا وحسوا ان الاسم ده الشخص ده كان ليه يعني رصيد كبير جدا ومشوار عطاء كبير جدا النادي الاهلي، فتلاقيه حتى اللي معاش فتره كابتن صالح مرتبط بالاسم وبيحبه. اكيد اكيد، يعني يمكن انت بتقول يا احمد ان هو من اهم الشخصيات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، انا في رايي ان هو من اهم الشخصيات اللي جت في تاريخ مصر في الرياضه الحقيقه، حاجه كان شخصيه عظيمه الحقيقه. ويعني كاب صالح اللي ما يعرفوش، واحنا اتعاملنا معاه طبعا عن قرب وكده، كاب صالح من الشخصيات اللي ممكن تتكلم معاه في كل حاجه، في كل حاجه، وتلاقيه حاضر وتلاقيه جميل وتلاقيه يعني. يمكن انا كان ليا موقف الحقيقه مع كاب صالح، كنت مفنش بطوله كاس مصر، وكنت عامل البطوله دي بشكل قوي جدا جدا، وكنت الحمد لله كنت عنصر من العناصر الاساسيه ان احنا نجيب البطوله دي، وكنت لاعب حوالي 3 مباريات وانا مصاب، كان عندي شد، وكابتن جوهري قال لي يا رمضان لازم تلعب، ففعلا كنت باخد مسكن وبلعب، كانت العضله الخلفيه الحقيقه. وانا كنت راجع كمان من انجلترا، كان بقالي شهرين وكنت بدأ بتتعالج في رحله علاج في انجلترا، وكنت حتى يمكن قعدت فيها فتره كبيره حتى حوالي شهر، وبعدين لما رجعت والعضله اتمزقت بشكل قوي جدا جدا في خلال البطوله، فرحت له، رحت لكاب صالح، كابتن جوهر قال لي روح لكاب صالح وكده، فرحت له قلت له يا كابتن. كنت رايح له وانت انا لسه راجع، ما انا عارف يعني متردد متخوف يعني. انا قلت مثلا ايه ممكن يقول لي مثلا طب انت رمضان لسه راجع من السفر وكده، فالحقيقه لو رحت له فقلت له يا كابتن انا رجليا طبعا في خلال الفتره اللي فاتت دي الماتشات بتاعت الكاس انا لعبت وانا مصاب 3 ماتشات، ويمكن كانت واضح ان انا عامل بطوله قويه جدا الحقيقه، فقال لي رمضان ما فيش اي مشكله خالص، واعمل اجراءات السفر، خليهم يعملوا لك اجراءات السفر، وسافرت فعلا. فهو كان شخصية الحقيقة، ويمكن انت من الناس برضو او من النجوم العظام اللي جم في تاريخ مصر، ما كانش عليه اختلاف من كل جماهير مصر. يعني جمهور الاهلي طبعا يعني ده اشكوهم، وفي نفس الوقت انت بتلاقي فيه احترام من جمهور الزمالك، بتلاقي احترام من كل الجماهير، لان هو شخصية يعني من الشخصيات العظيمة اللي جت في تاريخ الرياضة في مصر. كنت بقول كمان انه في اوقات كتير ان لما بتبقى، وانا مقدر تماما يعني انا ما اتحطيتش في موقف ان انا اكون رئيس نادي، بس انا حتى الواحد لما بيتخيل كده انك تكون في مكان او في كرسي تتولى فيه مسؤوليه نادي زي النادي الاهلي بتاريخه برؤسائه بنجومه ببطولاته، وورا منك جماهير يعني كساحه، قد ايه ده في اوقات كتير جدا ممكن يبقى نوع من انواع الضغط عليك، ممكن يأثر عليك في بعض القرارات، ممكن يأثر عليك في توجه معين. لكن الحقيقة في كل المواقف اللي اتحط فيها كابتن صالح سليم الله يرحمه، كان في وقت من الأوقات ممكن يبقى في ضغط جماهيري، أو يبقى في مجازفة أنك أنت ممكن تخسر بطولة، أو أن يبقى في ضغط حتى من نجوم اللعبات اللي موجودين معك جوه النادي، ويتحط ده في كفة، ويتحط اسم النادي الأهلي في كفة ومبادئ النادي الأهلي في كفة. كانت واحدة يمكن من أكتر الحاجات اللي بحس أنها بتتحسب لكابتن صالح هو اختياره لثوابت ومبادئ النادي الأهلي. أكيد شخصية الكاب صالح كمان يا أحمد الحقيقة يعني كان فيها ندية، مع حتى لما نيجي نتكلم مثلا نقول مثلا أعلى المناصب الموجودة في مصر في ندية، يعني مش الكاب صالح لما كان بيحضر مباريات النادي الأهلي في مثلا نهائيات، أو بيحضر مباريات حاضر مسؤولين كبار في الدوله، لا في نديه، وفي يعني تعرف كل القرارات اللي المفروض تتاخد لمصلحه النادي الاهلي كانت بتتاخد يعني وبره اي حسابات، حفاظا على حقوق النادي الاهلي. يعني لدرجه ان في قرارات اتاخدت وكان فيها مثلا رئاسه وزراء مثلا خلاف على في مواقف، وفعلا اتاخد القرار وجا في مصلحه النادي الاهلي. ايوه اخد بالك، في قرارات كتيره يعني زي مثلا القرار بتاع ايقاف اللعيبه مثلا الكبيره اللي هي كانت مثلا راحت مرنت بره النادي الاهلي وكده. كاب صالح رغم ان المجموعه اللي لعبت عن لعب الزمالك في نهائي الكاس، ايوه والولاد الصغيرين الشباب دولت
طلع يعني شباب مجازفه جامده جدا. طبعا ده واحد من المواقف، واحد من القرارات العظيمه. مش اي حد ياخد قرار طبعا ويجازف ببطوله ويجازف بغضب جماهيري بالزبط. وممكن في النهايه هو اللي يتحمل قرار او يعني مسؤوليه خساره بطوله بالحاجة، ورغم كده في اصرار على بالظبط، ويتخذ القرار من غير تفكير بقى في اي حاجه. القرار ده صح بالنسبه للنادي الاهلي، وقرار مهم بالنسبه للنادي الاهلي بيتاخد القرار. أيوة. ويمكن احنا كان في الوقت دوت الحقيقه مجموعه الشباب اللي هم راحوا ايمن شوقي بقى وحسام لا ده كان حسام وابراهيم بقى والمجموعه كانوا 19 سنه لسه. أيوة. وكسبوا النادي الزمالك وكسبوا الكاس صحيح. فهو ليه قرارات كتيره جدا بيحط مصلحه النادي الاهلي، وبعد كده يبقى اي حاجه تاني تيجي بعد كده صحيح.